voilà, un plat bien français, bien de chez nous. Et c'est la recette de ma grand-mère. سلام إن شاء الله تكونوا بخير. نوستالجيا اليوم هو سيتكوم جزائري لقى نجاح كبير في وقته واللي هو نس ملاح سيتي. جاز أول مرة في التلفزيون الجزائري كان الجيري والقناة الثالثة في 6 نوفمبر 2002 واستمر العرض ديالو كل شهر رمضان إلى غاية سنة 2006. هذا العمل اللي يعتبر أكثر شعبية في الجزائر كان من إخراج جعفر قاسم وإنتاج شيمقاد للإنتاج ومشاركة عدد كبير من الفنانين الكبار كما بيونا، حسن بن زراري، سيد أحمد قناوي، نورة بن زراري، أسماء جرمون وغيرهم. السيت كوم كان فكرة وسيناريو الممثلة القديرة بيونا وجينيريك كان من أداء الفنان بعزيز والممثلة بيونا. وانتوما فكرونا في نوستالجيا 51. مع من قررتم أن تعملوا؟ معي أنا، ياك أنا اللي جبتك، خلصت عليك بي دافيون وشكرا راهي واجدة سيدي. باركي ما تاكل في روحك، باركي ما تاكل في روحك.